وهل تعتقد أن مصطفى البرزاني قد وقع صفقة مع سلام عارف أو كان بصدد ذلك؟ لا، هو قبل أن يوقع الصفقة هم اتفقوا وصدر بيان في 10 شباط 64. ماذا يقول بيان؟ بيان يقول احنا أجرينا اتصالات مع برزاني وهو جاء إلى ممثله، جاءوا إلى بغداد واتفقوا على بعض الحقوق البسيطة مثل دراسة تكون إلى صف ثالث المتوسط وهكذا يعني. وإبراهيم أحمد وجلال طالباني وصفوا الزعيم مصطفى البرزاني بأنه خائن وبأنه عميل إلى آخره يعني. لو أعدنا قراءة موقف إبراهيم وإبراهيم أحمد جلال طالباني الآن، هل تعتقد أن سبب موقفهما من مصطفى البرزاني هو لصالح الشعب الكردي فعلا أم لأغراض خلافات شخصية؟ والله الآن اقرأ ليها الآن بعد كذا سنة، الآن الآن كذا عقد الحقيقة، نعم منذ 50 عاما، الآن في 59 أنا انتميت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الآن إحنا في 2008 يعني هاي وصلنا إلى تقريبا نصف قرن، 50 عاما. نحن كنا نعتقد أن القيادات الكردية تناضل من أجل حقوق الشعب الكردي، ولكن بعد 50 عاما تبين بأن هذه القيادات لم هدفها المصالح العائلية. لا، أنا لا أريد أن أعود إلى هذه اللحظة، دعنا كل شيء بلحظته. نعم. يعني لا يجوز أن نقرأ حقيقة 64 يعني بالعين الحاضرة، لكن لو قرأت الآن يعني ما جرى في ذلك الوقت، هل وأنت كنت شاهدا عليه، هل كان الهدف أو سبب الخلاف والاختلاف على مصالح الشعب الكردي؟ والله لا أعتقد، يعني مصالح شخصية وقيادية. مثلا إبراهيم ماذا كان يريد جلال طلباني وإبراهيم أحمد منذ في تلك اللحظة؟ يقولون نحن نريد تحقيق الحكم الذاتي، نحن نريد هذا الظاهر، لكن أنت تعتقد ماذا كان يريدان؟ وهكذا هذا كان إدعاؤهم، وهكذا يصدرون تعليمات إلى قواعد الحزب يعني، فإحنا لا نعلم. لا، لو أردنا أن نقرأ التاريخ، هل هناك خلافات بين الاثنين وبين مصطفى البرزاني في ذلك الوقت، خلافات على الامتيازات، على المناصب، على السلطة، على شيء آخر؟ أنا أعتقد بالنسبة لجلال طالباني وإبراهيم أحمد على الامتيازات، على يعني قضايا قيادية يعني، لأنه هم ما كان أصلا يعترفون بقيادة مصطفى البرزاني، كان دائما يصفونه بأنه قائد عشائري وما يؤمن بحقوق الشعب الكردي ومثلا بالديمقراطية هالقضايا يعني، هو رئيس عشيرة وهكذا يعني. هل حدثت أو جرت انتخابات داخل الحزب وكان مرجحا أن يفوز بها شخص غير مصطفى البرزاني مثلا؟ لا أبدا، قبل الانشقاق أبدا يعني لا يستطيع أحد أن ينافس الزعيم مصطفى البرزاني، وهذا قواعد الحزب حقيقة ينتخبونه يعني بكل حرية بكل محبة يعني. الزعيم مصطفى البرزاني كان قائدا يعني عظيما ومحبوبا من قبل الشعب الكردي. عام 61 أو 62 61 عاد مصطفى البرزاني من الاتحاد السوفيتي، يعني كان بدعوة من عبد الكريم قاسم، ويفترض أن تكون الحركة الكردية قد دخلت مسار جديد، لكن الذي حدث أنه بعد فترة قصيرة بدأ الخلاف مع عبد الكريم قاسم نفسه. لا، أنا أصحح هذا التاريخ، ليس في 61 في 60، عاد الزعيم مصطفى البرزاني في 5 أكتوبر 58 بعد قيام الثورة، ورجع إلى القاهرة، ومن القاهرة رجع إلى العراق وعن طريق البصرة، وهناك في البصرة استقبل استقبالا حافلا في جميع المدن التي مر بها، سماوة، حلة، ووصل إلى بغداد، وكانت في البداية حقيقة علاقة جيدة مع عبد الكريم قاسم. ما الذي أفسد هذه العلاقة بعد فترة قصيرة؟ والله بعد فترة قصيرة حقيقة أفسد هذه العلاقة، قلنا هذه المطالب يعني، وكانوا يطالبون بتنفيذ المادة الثالثة. يا أستاذ محمد، هنا أفهم من كلامك أن لا عبد الكريم قاسم ولا عبد السلام عارف ولا عبد الرحمن عارف ولا أحمد حسن البكر يعني يفهمون حقوق الأكراد، ولم يفهم حقوق الأكراد إلا القادة الكرد أنفسهم، هكذا أفهم من كلامك يعني؟ هو صحيح، لأنه يعني ما كانوا يقرون بإعطاء الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي يعني كما هو
يعني مفهوم من الحكم الذاتي والديمقراطية للشعب العراقي. يعني لا عبد الكريم قاسم يعترف ولا عبد السلام عارف ولا عبد الرحمن عارف. يعني لو عدنا إلى التاريخ القريب وليس البعيد، يعني هل تتفق معي أن عبد الكريم قاسم في الأيام أو في السنتين الأولى من ثورة 14 تموز كانت له شعبية كبيرة في العراق؟ والله عبد الكريم قاسم كان عنده شعبية، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. عبد الكريم قاسم، أنا حقيقة كنت طالب في المتوسطة، أتذكر لحد الآن في بغداد يم جسر العتيقة، أنت إذا تعرف جسر الشهداء كان في مقهى اسمه مقهى البيروتي، كنا ندرس هناك بالليل مع الطلاب. كان عندي صديق اسمه صبري عباسي يجيب هذا القهوة ونراجع الدروس، جماعة جايين من الكوت فجالسين إلى جنبنا، وأنتم اشتقرون كذا، قلنا أنتم منين جايين؟ قال والله إحنا من الكوت. قلنا ليش جايين؟ قال والله إحنا جئنا نشوف الزعيم، لأنه شايفين الزعيم في القمر. يعني إلى هذه الدرجة. أنا سؤالي يعني حتى جماهيرية، حتى أكمل لك يعني الهدف من السؤال، يعني رجل بهذه الشعبية، هل تعتقد أنه مستعد أن يفرط بقسم من الشعب العراقي اللي هم الأكراد بسبب عدم إعطاء هذه الحقوق، أم أن الاجتهاد السياسي هو الذي أفسد؟ والله هو اجتهاد سياسي وظروف، يعني ما كانت يعني ناضجة. يعني وأنت تعرف يعني يمكن قائد يريد أن يفعل شيئا ولكن الجماهير لم تستوعب هذا الشيء. أي جماهير تقصد؟ جماهير الشعب. مثلا أنت قائد يريد، مثلا لو فرضنا كان ادعاء عبد الكريم قاسم او قاد الاخرين يقول احنا اذا نعطي حكم ذاتي للشعب الكردي معنى هذا الانفصال، بينما هذا ليس صحيحا. اعطاء الحكم الذاتي للشعب الكردي لا يعني الانفصال، لان الانفصال يضر بمصالح الشعب الكردي اكثر من مصالح الشعب العربي في العراق. وانا حقيقه هذا صرحت لجريده اهرام في يمكن عام 92. أنا لا أريد أن أتعاطى مع قناعاتك أنت، لكنني أريد أن تقرأ لقناعات الآخرين. هل كان القادة الأكراد مستعدين أو لديهم نزعة للانفصال في لحظة من اللحظات؟ والله العظيم أبدا، لأنه إحنا عندما كنا طلاب في القاعدة أبدا أبدا لم تصدر توجيهات. طيب لماذا إذن أصبحت كردستان بوابة للتدخلات الأجنبية وبوابة للمخابرات الأجنبية وبوابة أنه القضية الكردية أصبحت ورقة يلعب بها دول الجوار يعني الدول القريبة والبعيدة؟ متعرف الظروف في كردستان، لأن كردستان مقسمة بين 4 دول، وإيران أو تركيا أو العراق أو دول أخرى يستغلون القضية الكردية لمصالحهم الشخصية. يعني مثلا ظروف كردستان والموقع الجغرافي لكردستان المحيط بهذه الدول تفرض عليهم هذه السياسة. يعني إيران تستغل العلاقة بين الحركة الكردية والحكومة العراقية في سبيل إضعاف الحكومة العراقية، يساندون الأكراد.